أغلبنا بيلاقي المتعة بمشاهدة الأفلام العربية والغربية، ومنحاول نخلق جو خاص من خلال تجهيز الصوت واختيار الأشخاص يلي منحب وجودهم معنا، وأكيد ما مننسى البشار والتسالي. لكن معظمنا ما فكر جدياً شو الفوائد يلي ممكن نحصل عليها من خلال مشاهدة الأفلام، لهيك اليوم رح أعرفكن على الجانب الإيجابي للسينما. ومنبدأ بالفوائد الصحية. بتشير الأبحاث لوجود العديد من الفوائد الصحية لمشاهدة الأفلام، خاصة أفلام الرعب، ومن أبرز هاي الفوائد هي إنقاص الوزن. فطبقاً لبحث أجرى باحثون بجامعة ويستماينستر البريطانية، بتقول إنه مشاهدة فيلم رعب مدته ساعة ونص كافي لحرق نفس كمية السعرات الحرارية خلال نصف ساعة من المشي. كما إنه فوائد مشاهدة أفلام الرعب هو تقوية الجهاز المناعي وتخفيف الضغط النفسي. التعرف على ثقافات الدول. إذا كنت من الأشخاص يلي بينوا السفر مستقبلاً، فالأفلام هي خير وسيلة لتتعرف على العادات والتقاليد وطرق التعامل مع شعوب الدول الأخرى. فمشاهدتك للكثير من أفلام بلد معين بتخليك تشعر إنك أصبحت بتعيش بهالبلد. تعلم اللغات. فالأفلام تعتبر من الطرق الأكثر فاعلية، ومعظم المعلمين بينصحوا فيها. ولتحقيق أفضل نتيجة لازم تشاهد الفيلم مترجم للغتك الأم مع نص الفيلم بلغتها الأصلية، ومن بعدها تدوين الكلمات يلي ما بتعرف معناها على ورقة مع ترجمتها. وطالما إنك بتحب الفيلم يلي عم تشاهده، فما رح تنسى الكلمات يلي دونتها. نشر الوعي وتوصيل الرسائل. تعتبر الأفلام من طرق نشر الوعي، فهي وسيلة مهمة للتوعية من خلال توصيل الرسالة للمشاهد بطريقة ممتعة وبأمثلة بتجعله أكثر تأثراً. الأفلام مصدر كبير للإلهام، خاصة الأفلام المقتبسة عن القصص الحقيقية، فدائماً تعطينا رسائل إيجابية وبتعلمنا إنه ما في شيء مستحيل بالحياة. الترفيه والسعادة. يعتبر الترفيه هو الوظيفة الأساسية للسينما، فمشاهدة الأفلام ممكن تساعدك على التخلص من الاكتئاب. وأكيد لتستمتع بالفيلم، حاول دائماً تشاهده مع الأصدقاء، فالمناقشة بتزيد المتعة. وبالطبع مشاهدة الفيلم بالسينما تعطي متعة خاصة. وتذكر دايماً معاينة القصة ونوعية الفيلم قبل مشاهدته حتى تختار الشيء اللي بيناسب ذوقك واهتماماتك.